السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين من 58 ولاية. مرحبا بكم من قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاث الثقة، دائما بالصالونات الجميلة. اليوم عاود زارنا الصالون النادر، هذا فريمون نادر خوتنا، لأنه نادرا وين تشوفوه في المحل. أثاث الثقة مخمت فيكم وعاود جابته لكم كما راكم تلاحظوا. صالون بزاف شباب، صناعته بزاف متقونة، الخدمة تاعهم ما شاء الله. قبل ما نبداو في الشرح تاع هذا الفيديو هذا الصالون خوتنا، نقول لكم فضلا وليس أمرا ابوني معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا زر الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد، وما تنساوش تخلوا لنا الاراء تاعكم في الكومنتير. بارك الله فيكم على المتابعه، ونبداو على بركه الله بالتروا بلاس خوتنا. كما كنتو شفتوا لو صالون نخدموا في 7 بلاس، في دو بونكيت تاع اون بلاس، بونكيت تاع 3 بلاس، بونكيت تاع 2 بلاس. بالنسبه للتروا بلاس خوتنا كما راكم تشوفوا لي بي السوكل راهم كامل اون بوا اتر، خدمة تاعها بزاف بزاف متقونة خوتنا. الصالون كبير وواسع، يقدر يرفد حتى 4 بيرسون في 3 بلاص تاعو خوتنا كيما راكم تشوفوا. لا فينيسيون لا هي بارك كيما راكم تلاحظوا. القادة تاع هذا الصالون كالعادة دي طرونت لو تيسيو تي اون تي طاش خوتنا، يعني اي طاش غير بلانشات وتمسح. سينو خوتنا لا كاركاس تاعو راهي اون بوا روج، يعني لو صالون راهو بزاف بزاف سوليد. بالنسبة للظهر تاعو خوتنا كيما راكم تشوفوا رايح في لو ستي شاستر فيلد خوتي، يعني حاجة مانيفيك. جور فيرا صالون اللي من هذا المنبر نحييه ونقول له بارك الله فيك على التصاميم الجميله والراقيه، يعني صناعه سوريه في الجزائر، خدمه ما شاء الله في الكوتي كما راكم تشوفوا ومام في الظهر. هذا على جال الناس اللي ما عندهمش صور ولا يخطر لهم على الظهر تاع لو صالون تاعهم، نقول لهم هذا ماشي مشكل وهذا ماشي عيب، مادام لو صالون اي بيان فيني كما راكم تشوفوا فيه. بالنسبه للدو بلاس خاوتنا فيها نفس المواصفات تاع 3 بلاس، من ناحيه لو تيسي، من ناحيه لو بوا، من ناحيه لا دونسيتي، كلش فيها متناسق خاوتنا، يعني ديزاين صار من ناحيه ديزاين متناسق الله يبارك. والحاجه اللي تعجبني انا شخصيا هي الاون بلاس تاعو خاوتي، الكونفورت في الاون بلاس تاعو بزاف بزاف هايله خاوتي، فيها ظهر كبير وطويل خاوتنا، يقدر مام يشد كامل الظهر تاعكم، مام تقدروا تسندوا راسكم، يعني حاجه ما شاء الله كما راكم تشوفوا الظهر تاعو. اون بلاس تميزو لي زاكودوار تاعو خوتنا راهم كامل اون بوا اد خوتي، لاكودوار ميم فلاريير راهو كامل اون بوا اد كيما راكم تشوفوا، يعني خدمه متقونه، خدمه بزاف بزاف شابه. ميم لو تيسي كامار خوتنا كيما شفتوهم في اواخر 2021، لاكام كاستيلو لاكام كامار اللي راهي دايره حاله في لي صالون، يعني لي تيسي اللي راهم دايرين حاله خوتنا في لي صالون اللي خرجوا كامل اناقه بهاد لي دو غام. بالنسبه للالوان في هاد لي صالون خوتنا ديسبونيبل، تقدروا تطلبوا اللون اللي تحبوه واللي يعجبكم انتوما خوتنا. هذا هو لو صالون النادر واللي السعر تاعو خوتنا راهو 24 مليون و800، توصل الى جميع الولايات، يعني اي واحد عند بول صالون، اي واحد حاب يحجز، اي واحد حاب يتصل، اي واحد حاب يستفسر، مالي غير يتصل بالارقام اللي راهي ظاهره في اسفل الشاشه خوتنا. كما راكم تشوفوا لو صالون خرج تحفه ما شاء الله، نتمنى يكون نال اعجابكم خوتنا. ما تنساوش تخلوا لنا الاراء تاعكم في التعليقات. بارك الله فيكم على المتابعه. واش بقى لي نقول لكم؟ نتلاقاو في فيديو واحد اخر، نتلاقاو في صالون واحد اخر خوتنا. كان معكم الاخ عبد الرزاق، والاخر كلام سلام.